السلام عليكم. موعد مباراة الوداد القادمة ضد المغرب التطواني في الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين القسم الأول 2024-2025. إذن لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. إذن إليكم موعد مباراة الوداد الريالي ضد المغرب التطواني في الدوري المغربي. المباراة تلعب السبت القادم 14 من شوتنبر 2024. توقيت مباراة المغرب التطواني ضد الوداد الريالي، المباراة تنطلق على الساعة 6 توقيت المغرب تونس والجزائر، والثامنة بتوقيت السعودي والمصري. ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة المغرب التطواني ضد الوداد الريالي على قناة الريالية المغربية. تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، ولا تنسى دعمنا بلايك الفيديو والاشتراك في القناة، ونلتقي في فيديو آخر جديد إن شاء الله.